للأسف بعد ما قريت الحاجب اتضح انها الحجاب، فبسوي لك اياه. المهم تحطين هذه طرحاتك اللي بتلفينها كذا عند خصرك بالضبط، طيب بعدين تلفينها كذا تشدينها شوي لانك حترجعي تشدينها من هنا كذا من ورا، وبعدين تدخلينها من هنا طيب تشدينها على ورا كذا، على ورا مو على هنا، على ورا تمام. بعدين هذا من هنا شديه كذا، هذا برضو شديه طيب، ومن هي برضو بعدين هذه رجيها على ورا هذه كذا، وهذه دخليها ورا هذه، يا رب فهمتي كذا دخليها عشان تصير وراها. المهم بعدين نرجع لقدام ونحاول نرتب الوضع كذا.